الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من رياض الأزهر الشريف من جامعة الأزهر من أرض الكنانة أرض العلم والعلماء يحل ضيفا على الزاوية البلقائدية الهبرية وعلى الدروس المحمدية وعلى حصص خذ الحق والتحقيق فضيلة الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري مدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بفرع الزقازيق ومدرس لعلمي الحديث والمنطق بأروقة جامع الأزهر الشريف العامر بالعلم والعلماء وصاحب تآليف في خدمة السنة النبوية الشريفة رواية ودراية فاهلا وسهلا فضيلة الدكتور اهلا وسهلا بكم وحياكم الله ونسال الله تعالى ان يجمعنا واياكم على خير دائما وكل عام وانتم بخير شكرا فضيلة الدكتور ونحن على هامش الملتقى التاسع لسلسله الدروس المحمديه والذي ارتأى شيخنا حفظه الله شيخ سيدي محمد عبد اللطيف بالقائد ان يكون موضوعه الائمه الاربعه لاجل هدف ثامن وهو رد الامه الى سلفها الصالح وربط الخلف بالسلف هل لكم فضيله الدكتور ان تحدثونا في هذه الجلسه المباركه عن العلاقه التي يجب ان تكون بين الفقيه وبين المحدث او بين الفقه والحديث على وجه العموم بسم الله الرحمن الرحيم كان اختيار الائمه الاربعه رضي الله تعالى عنهم موضوعا للدروس المحمديه لهذا العام اختيارا موفقا وجليلا والامه في امس الحاجه اليه في سياق فوضى فكريه ومعرفيه تعم الناس هنا وهناك ويخرج الناس ويتفلتون من تراث الامه العريق ومناهجها المنضبطه الى مناهج عشوائيه وال والعلاقه بين المذاهب الفقهيه الاربعه وبين الحديث الشريف علاقه عضويه عميقه وترابط كامل ومن اراد ان يجعل الحديث الشريف في جانب والفقه في جانب اخر فقد اخطا خطا عظيما وسبب ذلك ان المحدث والفقيه يعملان معا على تشييد بيت واحد كمثل البناء الذي يبني حيطان وجدران هذا البيت، وكمثل الرجل الذي يصنع السقف، فإذا جاء إنسان وقال لي أيهما أحب إليك؟ من الذي تحب أن تكون في صفه؟ الذي يصنع السقف وحده، أو الذي يبني الجدران؟ أقول له لا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر، ولا يمكنني أن أعيش ولا أن أهنأ ولا أن أستقر مع واحد منهما. انما البيت الذي ناوي اليه ويحفظنا انما هو نتيجه تضافر عمل الرجلين معا ولكل واحد منه منهما صنعه وعمل لا يستطيع ان يقوم به سواه ويمكن ان نقول مثل ذلك في بقيه العلوم التي تضافرت ونهضت على استخراج معاني ومعارف القران الكريم والسنه المشرفه اذ الائمه والعلماء مع اختلاف دوائر علومهم ومعارفهم انما يتناوبون القيام على استخراج وجوه الدلاله والمعرفه الكامنه في القران الكريم لكن بين المحدث وبين الفقيه اخوه بينهما تاخي لا يوجد في الدوائر العلميه الاخرى سبب ذلك ان الفقيه لا يكمل فقهه ولا يسلم له مذهب ولا معرفه الا اذا شيد فقهه واستنباطه على تحرير الادله والادله الكتاب والسنه والاجماع والقياس فاحتاج الفقيه حاجه ماسه الى تقنين منهج علمي يتمكن معه من دراسه باب السنه على نحو يعينه على الاستنباط فلما نظر في دوائر العلوم المحيطة به، وجد أن أهل الحديث قد شيدوا هذا العلم على أتم الوجوه وأكملها، فلخص من بحوث المحدثين ما هو في حاجة إليه، وتممها بما يحقق مقصوده، وجعل هذا بابا راسخا أصيلا من أبواب الاستنباط، فلا يمكن أن يصنع فقها أصلا إلا على أعواد وأركان الحديث الشريف. ثم ان المحدث ينهض بجمع طرق الحديث وروايته والنظر في رجاله وعلله ونقده وجرحهم وتعديلهم وتخليص الحديث من شوائب استعماله بالنظر في ناسخه ومنسوخه وشرح غريبه وضبط الفاظه وتحرير نسخه وجمع دواوينه حتى اذا ما اتم المحدث ذلك كان قد أدى وظيفته على النحو الأكمل ونهض بصيانة الحديث الشريف ثم سلم المتن الحديثي إلى الفقيه خالصا من أي شوب ليبدأ الفقيه صنعة أخرى تالية ومتعاقبة لصنعة المحدث وهي صنعة الاستنباط واستخراج الفروع والمعاني. فالفقيه يبدأ من حيث وقف المحدث والمحدث يمهد العمل للفقيه. وكلاهما معا امناء على دين الله عز وجل. اذا الحديث القائم بصنعه الحديث المحدث يعمل في طابق يبني درجه من السلم تمهيدا ليقوم الفقيه ببناء الطابق الاخر او الدرجه الاخرى من السلم. وكان الشيخنا الجليل العلامه المحدث الشيخ محمد محمد عوامه حفظه الله له كتاب مهم جدا في هذا الباب اسمه اثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء. انصح كل من يسمعنا الان بالنظر فيه فان فيه افاده كبيره. نعم. بارك الله فيكم دكتور على وعلى اثر ذكر الاختلاف اختلاف سادتنا الفقهاء رضوان الله عليهم واثر الحديث النبوي الشريف في الاختلاف الذي يحتاجه عامه المسلمين في هذه الفوضى الفكريه التي اشرتم اليها في بدايه كلامكم حفظكم الله انه اذا اصطدم العامي بحديث نبوي شريف في الصحيح مع ما توارثه ابا عن جد من فتوى في مذهبه تخالف نص الحديث فهل له فكيف للعامي ان يعمل في هذه الحاله؟ هذا الذي تصفه من النظر في الأدلة والنظر في تعارض الفتاوى والأدلة هذه صنعة مجتهد لا يقوم بها العامي هذا هذا الكلام صناعة علمية ثقيلة ودقيقة وعميقة وتحتاج إلى إلى الاستحضار والتمكن من عدد من الأدوات العلمية المهارة بعلم الأصول لأن أبواب التعارض والترجيح باب من أبواب علم الأصول النظر المعرفة بصنعة الحديث التمكن من مناهج الاستنباط وعلم أصول الفقه ولا يستطيع العمي أن ينهض بذلك إلا أن العام إذا سمع حديثا من الأحاديث النبوية ووجد أن الفتوى التي توارثها الناس واستقر عليها الفتوى والعمل في بلده تخالف الحديث فإنه ينبغي أن يتوجه إلى العلماء وأن يسألهم الفتوى التي عندنا مصدر ثقة وقد توارثها توارثتها الأجيال على يد علماء أمناء اطلعوا على هذا الحديث لا شك، فكيف فهموه؟ كيف نزيل التعارض في التعارض المتوهم بين الحديث والفتوى؟ فيشرح لهم العلماء القضية إلا أني أحب هنا أن أشير إلى مدرك صعب إذا سمع العامي حديثا ونظر فوجده يتعارض مع فتوى فانه يفكر ان يترك الفتوى مباشره الى الحديث هنا اشكال اولا ورد حديث في المساله كيف كان اصنع الفقهاء في هذه القضيه والمجتهدون لا يستنبطون الحكم ابدا من حديث واحد ابدا بل انهم يقصدون اولا الى جمع كل ما ورد في هذا الباب من الاحاديث والاثار ويستعينون على بعضها ببعض ويفهمون بعضها على ضوء بعض فاولا اذا ورد لك حديث لا ليس استحضار الحديث الواحد معناه انني قد اجتمعت عند الادوات التي تعينني على الاستنباط بل لا بد اولا من جمع الادله جمع الادله وحده صنعه علميه صعبه يحتاج الى استحضار الايات المتعلقه بهذا الباب وجمع الاحاديث المتعلقه بنفس المساله، اذ ربما كان هذا الحديث عاما وله ما يخصصه. ربما كان هذا الحديث مطلقا وهناك حديث اخر يقيده وتصح به الفتوى. ربما كان هذا الحديث منسوخا نسخه حديث اخر تصح به الفتوى. ربما كان هذا الحديث واردا على سبب فهو واقعه عين. ربما كان هذا الحديث فماذا كان يصنع المجتهد؟ أن يقصد أولا إلى أن يتصفح الأح... الأحاديث النبوية الكثيرة ودواوين السنة ليجمع الأحاديث المتعلقة بهذا الباب فأول خطوة في الفهم جمع الأدلة. الخطوة الثانية أن يقوم بتركيب تلك الأدلة بعضها مع بعض على نحو دقيق ليرد المقيد الى المطلق وليرد العام الى الخاص وليرد المجمل الى المبين وليرد المحكم الى المتشابه الى المحكم وليعرف التعارض والترجيح ويعرف تواريخ الاحاديث حتى يعرف المتقدم من المتاخر والناسخ من المنسوخ فاول خطوه جمع الادله ومن حاول ان يستنبط الحكم او الفقه من حديث واحد فان مثل هذا الحديث الواحد كمثل سمكه اخرجت من الماء ما هو الماء الذي تعيش فيه السمكة؟ أن يرد هذا الحديث إلى بقية الهدي النبوي المنقول والمعهود حتى يركب كل حديث في موضعه وفي محله. إذا أولاً جمع الأدلة وهذه صنعة علمية صعبة. ثم بعد جمعها بين يدي أجد أنها مبعثرة مفرقة. كيف أركب هذا هنا وهذا هناك حتى تكتمل الصورة؟ صنعة أخرى من صنعة الاجتهاد. الخطوة الأولى جمع الأدلة. ثم حسن تركيب الأدلة بعد معرفة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما أشبه ثم بعد ذلك الخطوة الثالثة التدقيق في باب دلالات الألفاظ وحجة الإسلام الغزال يقول في المستصفى وباب دلالات الألفاظ عمدة علم الأصول حتى أعرف المشترك وأعرف الحقيقة والمجاز وأعرف القطع والظني وأعرف حينئذ يسوغ لي أن 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 أفهم الهدي النبوي على وجهه. هذه الفتوى التي شاع شاعت الفتوى بها صنعت بهذه الطريقة. نظرت في الحديث بهذه الطريقة. فيأتي إنسان المجتهدون الأوائل ما صنعوا هذه الفتوى إلا بعد هذا النظر الواسع في الأدلة وفي الأحاديث وفي الآثار وفي تركيبها وفي حسن استنباطها. ما نتجت الفتوى إلا بعد هذا العمل المتبحر الذي قام به المجتهدون والفقهاء والحفاظ على مدى 1400 سنه ما كانت الامه المحمديه عبر 1400 سنه على ضلال او على جهل بل تسابق عشرات الالوف من الفقهاء والمجتهدين في التدقيق والصناعه العلم وتحريره حتى استقر الامر على هذه الفتوى اذا لم تصنع الفتوى في غفله عن الحديث الذي يتوهم تعارضه، بل اخذ الحديث وجمع معه ما يشبهه، ورد كل حديث الى موضعه، وفهم على وجهه، ونظر في دلالات لفظه فنتجت الفتوى. فهذه الفتوى التي تتوهم تعارضها مع الحديث هي ثمرة دراسة هذا الحديث على الحقيقة. بعد جمع كل ما ورد من الهدي النبوي في هذا الباب. نعم، ولاجل هذا قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول ما قال ولو ردوه إلى الأدلة لأن النظر في الأدلة صنعة صعبة قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ما قال لعلموه جميعا بل قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم إذا صنعة الاستنباط صنعة دقيقة وعمل علمي دقيق يحتاج أن يكون صاحبه قد تمرس وتأهل على مدى سنين وتمرس بين يدي العلماء أضرب لك مثالا كتاب النهاية نهاية المحتاج في شرح منهاج النبوي للإمام الرملي للإمام الرملي هذا الذي يفتى به فيأتي إنسان يأخذ فتوى أو فرع فقه من كتاب نهاية المحتاج ثم يشغب ويقول لك لكنه يعارض هذا الحديث قال العلماء الإمام الرملي ما أخرج كتابه نهاية المحتاج إلا بعد أن جمع أربعمائة فقيه ودارس الكتاب معهم حتى استقر الكتاب على هذه الصورة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري لما أراد أن يخرج كتابه منهج الطلاب الذي اختصر في منهاج الطالبين قالوا فاختصر المنهاج لفظا ومعنى لما صنع كتابه منهج الطلاب جمع ثلاثمائة من كبار العلماء فقرأوا الكتاب معه ستا وخمسين مرة فهذا الكتاب منهج الطلاب الذي استخرج لك الفتوى منه لم يصنع في غيبة عن الحديث الشريف ما كان هؤلاء الائمه المتبحرين بغيبة عن الحديث واكتشفته انت اليوم بل هذا الحديث وصلك على ايديهم الحديث من اين استخرجته من صحيح البخاري سندنا في صحيح البخاري يرجع الى شيخ الاسلام زكريا الذي صنع الفتوى وصنع منهج الطلاب منه تلقينا البخاري اذا احب ان اخبر المستمعين المشاهدين الكرام حفظهم الله وكل من يقرع سمعه هذا الكلام ان هذا المنهج المغلوط الذي يجعل الفتوى والفقه في جانب والحديث في جانب خطا بل ان الفتوى والفقه هي عصاره الفهم السديد والصحيح لهذا الحديث كان بعض مشايخنا الكرام يقول وقف رجل مره عند بعض الناس يقول لهم هل تاخذون بقول ابي حنيفه او بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الذي يقدم قول احد على كلام سيدنا رسول الله فصاح الناس كلهم بكلام سيدنا رسول الله هذا السؤال سؤال مغرض وسؤال خبيث لانه صور للناس ان كلام ابي حنيفه في مقابل كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فاي انسان من عوام الناس يقول نحن مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يطرح هل تأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أبي حنيفة أم بفهمنا نحن المعاصرين لو طرح السؤال بهذه الصورة سيقول الكل بل بفهم أبي حنيفة أين أنتم من أبي حنيفة إذا انتبه إلى أن محاولة وضع الحديث النبوي في مقابل الفقه يوهم ان الحديث والوحي في جانب والفقه في جانب اخر، لكن الصحيح ان الفقه هو الفهم الصحيح للكتاب والسنه هو المنهج العلمي المنضبط المدروس الرصين الذي تتابعت الامه على اتقانه في فهم الحديث الشريف. فالفقه والفتوى ليست مقابلا موازيا للحديث، بل هي المنهج المعتمد في فهمه، المنهج الصحيح لخدمته، المنهج المنضبط لاستنباطه. اذا نقول يا جماعه الخير لا تقابل ولا تعارض بين الحديث والفتوى، لان الفتوى هي الفهم الصحيح لهذا الحديث. ذلك الفهم الذي جرى على يد المجتهدين الكبار والأئمة الذين يحسنون استنباط الله الله ما أحوج الأمة الإسلامية جمعاء وخاصة الشباب المسلم الذي الشغوف بطلب العلم والذي قد يصدم كما أشرتم إلى تلك الفوضى في وضع الحديث في جانب وكلام الفقهاء رضوان الله عليهم في جانب ورحم الله الإمام الشاطبي إذ يقول في الموافقات أدلة المجتهدين بالنسبة للعوام أو نعم فتاوى المجتهدين بالنسبة نعم. للعوام كالأدلة الشرعية بالنسبة نعم. للمجتهدين. نعم. نعم. ف... لعدم تمكنهم من النظر في الأدلة الله أكبر. والقرآن أمرهم ما أمرهم بالنظر في الأدلة بل قال فاسألوا أهل الذكر فكلام أهل الذكر عندهم هو الذي يعتضدون به وأهل الذكر يعتضدون بالأدلة الله أكبر ولذلك الوحيد الذي أراد أن يحمل الناس على الأدلة هذا كلام المعتزلة في الحقيقة محاوله حمل عموم الناس على النظر في الادله بعد الظاهريه هذا الذي اطنب فيه المعتزله ابو الحسين البصري في كتاب المعتمد واطنب الامام الجليل ابو المظفر بن السمعاني في كتاب قواطع الادله في الاصول في بيان فساد هذا القول انه لا يقول عاقل ابدا بان يحمل العوام على النظر في الدليل بل يسالون العلماء والعلماء هم الذين ينظرون في الادله لكن للاسف هذا الحمل القديم المعتزلي صار يظهر الان من بكثره, بكثرة وهذا الذي يعني نرجو من كل من يستمع ان يستبصر بخطوره هذا المنهج لان المنهج السديد بل لم يكن المنهج السديد فقط في زماننا بل في زمن الصحابه ففي صحيح البخاري انهم سالوا ابا موسى الاشعري عن مساله فاجاب فأخذوا كلامه إلى سيدنا بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الجميع فقالوا له هل تقر قول أبي موسى قال لا وأفتى بوجه آخر فرجعوا بفتوى ابن مسعود إلى أبي موسى الأشعري فقال لهم لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم إذا هذا تسليم للمجتهد وللإمام أن, أن يفتي ولم يقل لهم كلنا ننظر في الأدلة كما نظر بن, بن مسعود ونأخذ من حيث أخذ قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم هذا أدب الصحابة الله رضي الله عنهم حافظكم الله الدكتور حافظك جزاكم الله عنا كل خير جزاكم عن الإسلام خيرا أيها المشاهدون الكرام كانت هذه إحدى حصص خذ الحق والتحقيق وضح لنا فضيلة الدكتور وأنار عقولنا بضرورة الرجوع إلى منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في التمسك بالكتاب والسنة وفي أخذ فتاوى ساداتنا العلماء الذين استنبطوها واستمدوها من روح الشريعه الاسلاميه من سر كتاب الله وسنه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى ان نلتقي في لقاء اخر نستودعكم في خزائن حفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.